بالعيد دائما تصير مناسبات حلوه بالعيد ونتبادل الزيارات. صار بيك في شيء محرج عندك؟ اي هذا موقف مستحيل انساه، لان دائما يصير اكلات وطلعه وهوسه. يصير جالي. يصير جالي. لا شوف، مره بالعيد طبعا هاي حادثه ما تنسي. هاي يعني حقيقيه؟ اي طبعا حقيقيه. حلو. اكذب عليك انا؟ والله شوقتيني. بالعيد انت كاشخه ورايح عيد اهلي، عاده انا اول يوم العيد اروح لاهلي. زين. فمسويه جدر دولمه. حلو. فنزلت للسياره وباسل زوجي قاعد بالسياره، فاكو شي سياره يعني هي ما مضايقتني ومش عارف انه ضايقتني بصفها، ففتحت باب الخلفي ده اخلي الجدر على الكشن الورا. زين. هو ايش جاي يسوي؟ هو يعني ما شافني انا فكيت الباب، فخل بدل الجير على البق. حلو. بدل ما يدوس يعني على كيف على البنزين داس بقوه عباله بريك، من داس البنزين وهي على البق. طبعا انا شاليت لانه الباب دفعتني، الباب رجعت عليه مفتوح انا واقفه شيء، دفعتني الباب فشالتني وشمرتني على الرصيف. طبعا راسي انفتح دمايه خطيه اغمى علي. فهو يعني بس اصدقاء عمر كانوا واقفين. اخاف متقصد شافك بالمرايه وراد يسويش دولمه. قالوا له اهلي، قالوا له انت عندك نوايا سيئه بس الله ما مكنك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بس هو خطيب وقت مشدوه يعني انصدم، كل شيء ما يعرف يسوي، بحيث يعني صديق ابني هو اللي شالني خلاني بالسياره ودوني مستشفى وظلت. اكيد اكيد يعني هو مو قصد اكيد. مع الاسف ما ماتت. طولت العمر لك. هسه عندنا فقره اسمها سالوفه. سالوفه وليكن.